بكره علي معلول هيلعب ولا لا؟ 90% اذا ما نقولش 95%، لا صعب، لان بن حميده صراحه قدم بطوله اكثر من ممتازه، وعلي معلول نعرفه من اللي جاء البطوله جاء مصاب، وتقريبا انصاب بعد المباراه الاولى وكان غايب، مرجع تدرب كان حصه ولا حصتين. يعني صراحه نتوقع صعب، وصعب جدا في مباراه تتطلب اداء بدني كبير، واحنا نعرف علي معلول ممكن يكون موجود على الدكه على الاقل. اي اكيد، لا اكيد على الدكه يعني ممكن يبقى له دور، يعني قصدي اي اكيد. انت مجريات المباراه، اذا المنتخب التونسي مثلا متاخر ومحتاج الى مسانده هجوميه وظهير هجومي، اكيد مش يكون عنده دور في المباراه، يعني انت مجريات المباراه، لكن هو موجود وتدرب مع المجموعه. هل سيف الجزيري اضافه قويه للمنتخب التونسي؟ اكيد، واحنا صراحه نشكركم في الزمالك اللي اعطيتوه الثقه وطور وتطور، ولما يلعب في نادي كبير تطور الاداء بتاعه، شخصيته زاد اصبحت اقوى، وحتى حتى فنيا. وانا صراحه نعرفك انت يا كابتن خالد، حب للزمالك، عاشق للزمالك. اكيد طبعا. هناك بعض التساؤل، انا نسمع نتبع دائما في البرامج المصريه ونتبع في برنامجك، تساؤل من جمهور الزمالك يقول لك لماذا سيف الدين الجزيري هذا الموسم مش اللي في المنتخب؟ لكن انا كنت طلعت مع ميدو البارح واعطيته التفسير، وانت كنت تلعب وسط مهاجم، المهاجم والوسط، المهاجم وصانع الالعاب اذا ما يحسش بالثقه 100% نتاع المدرب، صحيح يعطيك 100%. تذكر انت، تذكر الموسم الفارط انت 7 مباريات الاخيره يا كابتن خالد، يظهر لي سيف الدين الجزيري كان مساهم بنسبه كبيره بالفوز بالدوري. صحيح.